بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، أسعد الله مساكم بكل خير. معاكم أخوكم محمد عيد، طبعا سيلز دايركتور في شركة دوبل العالمية، واحد مؤسسين فريق الدايموندز العالمي، فاوندر في شركة دوبل العالمية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا شباب، اليوم كلكم مثل ما أنتم عارفين أنكم جايين اليوم عشان تأخذوا تدريب، واحد من أهم التدريبات اللي موجود عندنا في شركة دوبل العالمية، كيف أنت اليوم تقدر تسوي محاضرة صحيحة. ليش شباب أنا اليوم اخترت هذا التدريب؟ لأنه أساس العمل تبعنا هو من الناس ولكل الناس. طيب، أنا اليوم عشان أقدر أنتشر في البزنس تبعنا وأقدر أتوسع وأكون إنسان عالمي، تمام، في البزنس تبعي، أنا اليوم طبعاً ما راح أظل أعتمد على المحاضرات الجماعية، ما راح أظل أعتمد على الأبلاين تبعي دائماً، لأنه مثلاً اليوم ممكن يكون متواجد، بكرة ممكن يكون مش متواجد، ممكن يكون مسافر كذا إلى آخره. طيب، أنا اليوم علشان أهيئ نفسي وأجهز نفسي عشان أكون إنسان قادر أني أبني أي دولة، قادر أني أي دولة أسافر عليها، أي مكان أكون متواجد فيه أنا قادر أسوي في بزنس. شو أساسيات النجاح في هذا البزنس؟ واحدة من أهم أساسيات نجاح أي شخص فينا اليوم في هذا البزنس هي إلقاء محاضرة صحيحة. طيب، أنت اليوم عشان تلقي محاضرة صحيحة شو محتاج منك في البداية؟ أول حاجة محتاجين منك أنك يكون عندك المعلومات الكافية والصحيحة. لازم يكون في عندك المعلومات الكافية والصحيحة عشان تقدر تكمل في إلقاء المحاضرة. في عندنا أساسيات لإلقاء المحاضرة لازم الكل يتفق معاي عليها، لازم الكل أنه يمشي عليها، لأنه هذا سيستم مش أنا اللي اخترعته، هذا سيستم صار له 65 سنة في الدنيا شغال وماشي، وطبعا أثبت نجاحاته. على هالأساس شباب، اليوم التدريب تبعي راح أقسمه لقسمين، اللي هو القسم النظري والقسم العملي، تمام؟ كيف اليوم راح نبدأ في القسم النظري وكيف راح نبدأ في القسم العملي؟ طبعاً شباب، كل واحد فيكم في ناس عنده خبرة أوريدي سابقاً في النتورك ماركتينج وفي شركات ثانية، فموضوع إلقاء المحاضرة كانت بالنسبة له شيء سهل، تمام؟ لأنه ممكن يكون متعود عليها. وفي ناس بالنسبة لهم إلقاء المحاضرة أو البزنس تبعنا في شركة دوبلي يعتبر أول مرة يدخل في هذه الصناعة. فإحنا اليوم مسوين هذا التدريب عشان نسوي إعادة مثل ما يقول إعادة ترتيب أفكار للكل، على أساس الكل يقدر يستفيد معانا والكل يقدر يوصل لمرحلة أنه يكون إنسان محترف. أنت اليوم في عندك فرق كبير بين الإنسان الهاوي وبين الإنسان المحترف في أي حاجة في الدنيا، إن كنت فنان، إن كنت لاعب كرة، إن كنت ممثل، إن كنت مقدم برامج، إن كنت في البزنس تبعك نفسه، في فرق كبير بين الإنسان الهاوي والإنسان المحترف، تمام؟ الإنسان المحترف طبعاً هو الشخص اللي قضى وقت بما يعادل، يعني في واحد من أكبر النتوركرز في العالم، واحد من أكبر المدربين في العالم، قال لك اليوم أنت عشان توصل لمرحلة الاحترافية يجب عليك في الحاجة اللي عاوز تكون محترف فيها أنك على الأقل تمارسها لمدة أكثر من 1000 مرة. يجب عليك أنك تمارسها أكثر من 1000 مرة عشان توصل لمرحلة الاحترافية في هذه الحاجة، في الشغلة اللي أنت قاعد تسويها. فأنت اليوم ليش دائما نقول للناس دائما اعمل محاضرة اعمل محاضرة؟ طبعا إلقاء المحاضرة مش فقط معناتها أنك أنت تسوي محاضرة للشخص والسلام عليكم، تلقيها كأنك قاعد تقرأ الجريدة. No. طبعاً إلقائك للمحاضرة فيها حاجات كثيرة. أول شيء طبعاً أنت في كثير من الناس، وأنا واحد منهم، أتكلم عن نفسي، في بداياتي في 2001 في هذه الصناعة وفي هذا الاندستري اللي هي النتورك ماركتينج، أنا كنت من أكثر الأشخاص، أنا فعلاً يا شباب كنت من أكثر الأشخاص اللي بستحي، تمام؟ كنت أقل... يعني كنت استحي ان اقعد قدام الناس واتكلم معاهم كذا. ليش؟ لانه
كان عندي مجموعة معينة من الأصدقاء اللي أتعامل معاهم بشكل دائم، وهذول الناس اللي دائما موجودين معاي بشكل مستمر. لكن بعد ما دخلت في هذه الصناعة ولله الحمد من واحدة من أجمل الأشياء اللي أنا فعلا فخور فيها أنها تغيرت فيها اليوم، حطني اليوم في قاعة فيها 10,000 بني آدم أنا قادر أسوي لهم محاضرة، أسوي لهم ترينينج، ما عندي أي مشاكل، عندي الحمد لله ثقة في النفس لهذه الدرجة. فالشباب المحاضرة مش فقط أنك توصل للشخص المعلومة، المحاضرة في إلها شغلات كثيرة راح ترجع بالشيء الإيجابي عليك. أول حاجة طريقة كلامك مع الناس راح تتغير، أسلوبك راح يتغير، ثقتك في نفسك راح تتغير، شغلات كثيرة، حواجز كثيرة في شخصيتك راح تتغير. لو كنت إنسان مثلا تخاف تواجه الناس مرة 2, 3, 4, 5, 10، هذا الحاجز أو هذا الخوف راح يتلاشى مع الاستمرارية. طبعا عنوان أو أي حاجة في الدنيا عشان تنجح لازم تكون أنت تشتغل فيها بشكل مستمر، لازم تشتغل فيها بشكل مستمر. طبعا الاستمرارية هي اللي راح تعلمك شو الصح من الغلط في الأشياء اللي أنت قاعد تسويها في مشوارك في البزنس تبعنا. طيب شباب، اليوم مثل ما ذكرت لكم أنه راح أقسم المحاضرة أو راح أقسم التدريب اليوم لقسمين، في عندنا القسم النظري وفي عندنا القسم العملي. القسم النظري شباب شو هو؟ طبعا شباب المحاضرة هي عبارة عن رحلة طيران، أنا بشبه المحاضرة برحلة الطيران. كيف رحلة الطيران؟ أي شخص فينا اليوم لما يكون عاوز يركب طيارة، في عندك شغلة اسمها إقلاع، في شغلة اسمها رحلة، وفي شغلة اسمها هبوط. طبعا أي محاضرة في الدنيا تنقسم لهاي الثلاث أقسام، في عندنا الإقلاع وفي عندنا الرحلة وفي عندنا الهبوط. طيب قبل ما نتكلم عن الإقلاع والرحلة والهبوط، في عندنا حاجة اسمها طبعا التجهيزات المبدئية. شو التجهيزات المبدئية؟ اليوم على سبيل المثال شباب، مثل ما اتفقنا كلنا عارفين أنه واجب كل واحد فيكم اليوم، تمام، في ناس تقول لي يا أخي أنا مش متعود على هذا الموضوع، ما سويته قبل، عادي شباب. اليوم أنت لما دخلت في مجال العمل اللي أنت شغال فيه، الوظيفة اللي أنت شغال فيها، هل أنت في أول يوم كنت ملم في كل الأفكار، في كل الأشياء اللي أنت قاعد تسويها في المكان اللي أنت قاعد تسويه؟ طبعا لا. الخبرة من وين تيجي؟ الخبرة تيجي من أنك تتعلم، تستكشف، تشوف الناس شو تسوي كذا. فعلى هالأساس اليوم عشان أنت توصل لمرحلة الاحترافية في إلقاء المحاضرة، أوكي، دائما أحط نفسك، خليك محيط في ناس إيجابيين، في ناس قاعدة تعمل محاضرات لايف بشكل مباشر، تمام؟ ودائما اعتمد أنك تسمع مش لشخص، دائما حاول أنك تسمع على الأقل لخمس أشخاص مختلفين، ممكن يكونوا أبلاين إليك، ممكن يكونوا في التيم اللي عندك، ناس أقوياء، ناس أثبتوا نجاحاتهم، اسمع لخمس أشخاص مختلفين، ودائما خذ الأشياء اللي بتناسبك أنت حسب طريقتك، وأنت بتكر المحاضرة اللي مثلا ممكن تمشي معك، بس طبعا بنفس السيستم اللي راح نتكلم فيه مع بعض. طيب خلينا شباب نتكلم اليوم على شو هي أساسيات إلقاء المحاضرة الصحيحة. اليوم طبعا شباب حنتكلم على أساسيات وآداب عرض العمل. طبعا شباب هذه الأشياء اللي راح نتكلم فيها اليوم واحدة من الأساسيات المهمة جدا اللي كل واحد فيكم لازم يعرفها ولازم يشتغل عليها بطريقة صحيحة. شو هي الأساسيات هاي وآداب عرض العمل شباب اللي موجودة معانا في شركة دوبلي؟ راح نتكلم ونذكرها خطوة خطوة، وبعدين طبعا راح نتكلم طبعا على كل خطوة أو كل نقطة راح أعلق عليها. طبعا في البداية الشباب، قدرتك على تقديم عرض العمل في شركة دوبلي بشكل فعال هي أهم المقاييس في تحديد نمو فريق عملك، لأنك أنت اليوم لو كنت شغال 24 ساعة، فلنفرض لو كنت شغال 24 ساعة وفرضا أنت اليوم حتشتغل 20 ساعة في اليوم في البداية كإنسان سوبرمان، إنسان خارق، ماكسيموم راح تسوي 20 محاضرة في اليوم، ماكسيموم راح تسوي 20 محاضرة في اليوم، وبعدها طبعا الله يستر شو يصير فيك، ممكن يصير لك حاجة، تمام؟ لكن اللي نقوله شباب، تخيل أنت معاي اليوم، أنت بسجل معاك فرضا 10 أشخاص، تمام؟
والعشر أشخاص هذول كل واحد فيهم قاعد بيعطي مثلا ثلاث ساعات أو أربع ساعات أوكي عنده في اليوم. طيب أربع ساعات في عشرة أنت عندك أربعين ساعة عمل في اليوم. طبعا إنتاجية أربعين ساعة عمل في اليوم مش مثل إنتاجية شخص واحد قاعد بيسوي عشرين ساعة عمل في اليوم. طب تعال نشوفها شوي لقدام. لو افترضنا أنه مثلا عندك ألف شخص في النتورك اللي عندك تمام، بعد ست شهور فرضا صار عندك ألف شخص، والألف شخص قاعدين كل واحد فيهم يشتغل فقط ساعتين عمل في اليوم، كل واحد فيهم قاعد يسوي محاضرتين بس في اليوم، ساعتين في اليوم، كم ساعة عمل عندك أنت في اليوم؟ عندك 2000 ساعة عمل. فهذا الفرق شباب اللي لازم نعرفه. أنت في عندك فرق كبير بين الوان مان شو، الشخص اللي بيشتغل لوحده، والشخص اللي بيشتغل مع فريق عمل. ليش احنا بنشتغل كتيم وورك؟ عشان نوزع المهام، عشان الكل يساعد بعض، عشان الكل يكبر مع بعض. طيب عرفنا شو الفرق بين العمل الفردي والعمل الجماعي. طيب اتقان اسلوب تقديم عرض العمل هو اهم المهارات الفنية التي ستساعدك انت وفريق عملك على النمو بشكل دولي وبدون الحاجة الى اي شخص اخر. طبعا من اهم القواعد والسلوكيات التي يجب اتباعها في يوم عرض العمل، اول حاجة واهم حاجة للأسف الشديد كثير قاعد بلاحظها على الشباب عندنا في الفريق، للأسف الشديد بيحس نفسه اليوم لما يعزم صاحبه أو صديقه أو أخوه أو شخص عزيز عليه على المحاضرة، للأسف بتلاقي ناس جاي لك بتيشير، جاي لك بكاب، جاي لك بسلاسل، جاي لك مش عارف بالدانة. شو شباب خير إن شاء الله رايحين سهرة ولا شو الموضوع يعني؟ تمام؟ فشباب هذا الموضوع it is a business. تمام؟ هذا البزنس أنت اليوم كيف تتعامل معه راح يكون عفوا راح يكون شكل تلقائي ردة فعل الناس اللي انت عازمهم. كيف يعني؟ لما الناس يكونوا متعودين يشوفوك بلوك معين بمنظر معين، حاول دايما اطلع من هذا النطاق، اطلع من هذا اللوك. لو كنت انت انسان متعود في حياتك على اساس انك انت انسان سوري في الكلمة تلبس تيشيرتات، تلبس كت، تلبس كتة، يعني شغلات اللي هي مش شغل بزنس. تمام؟ أنا ما بقول لك تعال بس لي بدلة وقميص وقرافتة وكذا. No. أوكي مش لازم، بس أنك دائما خلي منظرك كول عادي يعني مقبول. ما تجي لبس لي شرطات ولبس لي مش عارف حاجات غريبة عجيبة يعني. تمام؟ فخلي مظهرك يبين أنه أنت فعلا جاي تعزم إنسان على محاضرة بزنس، أساس الناس أنه فعلا تقدر هذا الشيء. هذا أول شيء، اجعل مظهرك يعكس نجاحك. دعوة الناس لهذه الفرصة الرائعة تتطلب منك التحلي بالمظهر اللائق والجاد الذي يتمثل في اختيارك للثياب اللائقة والمناسبة. دائما يعني خلي نظرتك مظهر رجال الأعمال. طبعا رقم اثنين الشباب اللي حنتكلم عنه، احرص على الحضور قبل ضيوفك. تمام؟ ان احترام وعيد ضيوفك ينعكس ايجابيا على جديتهم واحترامهم لمشروعك. طبعا شباب للأسف الشديد في كثير شباب كمان شو بيسوي؟ بيعزم شخص مثلا بيقول له والله عازمك على المحاضرة في المكان الفلاني في الساعة 7 مثلا. للأسف الشديد الشخص أو المرشح بيوصل الساعة 7 مثلا. تمام؟ واللي عازم بيوصل الساعة 7 ونص أو 8. ما بينفع شباب، لازم دائما تكون أنت قبل الشخص اللي أنت عازمه، لازم دائما تكون أنت قبله. ليش؟ لأن اليوم لو وصل هو قبلك على المكان اللي انتوا اللي متواعدين فيه وقاعد على الطاوله، صار هو مالك الطاوله مش انت مالك الطاوله. هاي واحده من الاشياء اللي جدا مهمه لازم تحطوها في بالكم. دائما اعرف انه الشخص اللي جاي لك هو الشخص محتاجك انت. ليش؟ لانه انت اليوم عندك فكره، عندك مشروع، لو هذا الشخص سمعه صح فهمه صح راح تغير له حياته. تمام؟ فانت اليوم قاعد تقدم له سيرفيس، راح تقدم له خدمة، راح تقدم له فيفر، أنه هذا المشروع اللي راح تقدم له إياه راح يغير حياته. بس هذا المشروع شباب عشان يشتغل بشكل إيجابي 100% في عنا أساسيات. هذه الأساسيات أو سلسلة خلينا نقول أوكي، لو مشينا على السلسلة خطوة خطوة تمام، فبالتالي مشوار المحاضرة اللي راح نتكلم عنه أو الرحلة بشكل كامل راح تؤدي إلى نجاح الرحلة. لكن السلسلة هاي لو ما كانت فيها استمرارية بشكل صح بهارموني صحيح أوكي، ممكن السلسلة هاي تنقطع في جزء من الأجزاء
وللاسف المحاضره هاي او المغزى من الرحله هاي ما راح يعطي النتيجه اللي احنا عاوزينها. فالشباب الاشياء اللي قاعدين نقول لكم اياها جدا جدا مهمه وضروريه. رقم ثلاثه، اجعل اجتماعك فقط في الاماكن التي تستطيع فيها ان تسيطر على الاجواء. كيف يعني؟ يعني خلينا نقول الكلام بعدين راح ارجع افصل لكم اياه. لا تجتمع مع ضيوفك لعرض هذه الفرصه الرائعه في الاماكن التي لا تستطيع ان تسيطر على مجريات الاحداث فيها، لان ذلك قد يعرضهم الى العديد من الامور التي قد تشتت انتباههم وتمنعهم من فهم فرصه العمل بالشكل الصحيح، كما انه قد لا يتسنى لك الاجتماع به مره اخرى. على سبيل المثال، تجنب 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 الاماكن التاليه. شباب، هذه واحده من المحظورات في البزنس تبعنا، لازم الكل فيكم يعرف شو هي المحظورات في القاء المحاضره. اول حاجه، الشخص ما تشرح له المحاضره على التليفون. كثير ناس للاسف الشديد بيقعد يقول قصة حياته على التليفون على البزنس. شباب، ما تحكي ولا شيء على البزنس في الموبايل. المطلوب منك في الموبايل لما تيجي تعزم شخص، اللهم تعزمه عزومة مش تشرح له. احنا قلنا اعزمه ما تشرح له، اوكي؟ شو معنات عزومة؟ تعزم الشخص معناتها انك تحمسه تشوقه على اساس انه يجي يسمع للمحاضرة، مش معناتها انك تشرح له على الموبايل تقعد نص ساعه مع الموبايل. شو الفايده انه يجي عندك؟ انت اوريدي اصلا شتت افكاره وما فهم شيء وضيعته. فالشباب، من اهم اساسيات المحاضره الصحيحه، اوكي، اللي هي في رحله الاقلاع، اللي هي في البدايه انك تكون عازمه بطريقه احترافيه. كيف الطريقه الاحترافيه؟ السلام عليكم فلان، شو اخبارك، كيف صحتك؟ اول سؤال بتساله اياه بعد ما تتصل عليه، فلان فاضي ولا مشغول؟ ليش تقول هذه الجملة؟ شو المغزى من وراها يا شباب؟ لما تقول له ألو السلام عليكم شو الأخبار؟ طبعا دائما شباب، واحدة من الشغلات النفسية، تمام، اللي هي اليوم عشان تيجي تعزم شخص، سبحان الله، شغلة إيحائية. قبل ما تكلم الشخص يا ريت كلنا نكون مبتسمين، أوكي؟ خليك مبتسم، افتح الشباك، خلينا نشوف هالأسنان الجميلة الحلوة، تمام؟ افتح الشباك اللي عندك، خلينا نشوف أسنانك الجميلة. طبعا شباب، قبل ما تكلم الشخص وانت قاعد بتتصل عليه يا ريت تكون مبتسم. سبحان الله، هذه شغله ايحائيه، تمام. لما تكون مبتسم لا شعوريا، الشخص من نبره صوتك راح يحس في البدايه باريحيه. فما تكون متضايق ومعصب من مديرك ومتقاتل مع برتك وحالتك حاله، وراح تكلم الشخص يلا تعال اسوي لك محاضره ولا تعال اشوفك في اجتماع. راح ينعكس هذا الشيء على سلسله يوم عرض العمل. فالشباب، خلينا نبدأ السلسلة من أولها بشكل إيجابي. شو الشكل الإيجابي؟ أول حاجة عاوزين نسويها، خلينا نكون مبتسمين في عزومة الشخص على أساس أنه هو يحس بأريحية. السلام عليكم فلان، شو أخبارك، إن شاء الله طيب. فلان فاضي ولا مشغول؟ طبعا لما تقول له فاضي ولا مشغول، حتى لو كان مشغول أوكي، عندك خيارين. يا حيقول لك أيوة مشغول هرجع أكلمك، تمام، It's okay، مش مشكلة. أو لو كان مشغول بشكل بسيط عادي، يعني ممكن يكون يعني في إمكانية أنه يركز معك، أنت شديت انتباهه حيقول لك أيوة تفضل شو في. وهذا اللي أنت محتاجه، أنك أنت تشد انتباهه، تمام، أنه يكون مركز معك. ممكن يكون قاعد يتفرج على ريال مدريد وبرشلونة، مش فاضي لك، قاعد مع مديره، قاعد عنده شغلة، عند أولاده، whatever، شو الحاجة اللي قاعد يسويها. ففي سؤالك أنت بالطريقة هاي أنت شديت أنت أو رجعت انتباهه لك أنت على أساس يكون مركز معك 100%. حتقول له فلان انا عاوز اتقابل معاك اليوم فرضا الساعه 6 حسب المواعيد اللي انت متفق مع الابلاين تبعك ومنسق معاه، فرضا الساعه 6 في المكان الفلاني في موضوع جدا رائع عاوز استشيرك فيه، وعاوزك يا ريت تكون تفضي لي نفسك ساعتين من الوقت. شباب، هذه من اهم الغلطات اللي الكل فيكم بيوقع فيها. شو هي؟ والله فلان تعال والله اشرب معاك قهوه. اوكي فاين، اجي اشرب قهوه. كم الناس بتشرب قهوه شباب؟ 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه وبتروح، تمام. احنا موضوع المحاضره اللي عندنا صح انه مثلا انت محتاج من الشخص ساعه من وقته، بس ما تقول له ساعه، قول له عاوزك ساعتين. ليش؟ لانه مرات لما بتبدا معاه بتخلص صح في 40 دقيقه او في 30 دقيقه بتخلص معاه، في عندك اسئله، في عندك استفسارات، عاوز تفتح له الموقع، عاوز يشوف ماركات معينه،
عاوز يسأل أسئلة معينة، فأنت بتعطيه من البداية، قول له لو سمحت فضي لنفسك ساعتين في موضوع جدا مهم عاوز استشيرك فيه، عاوز اتناقش انا وياك فيه، في موضوع جدا رائع راح نشتغل فيه مع بعض، شو هالموضوع، شو هالفكره، شو كذا. قول له يا اخي ما في بزنس بصير على التليفون، وما في حد بيشتري سمك في بحر، تعال نقعد نشرب قهوه، اوكي، بندردش مع بعض، نسمع الموضوع وان شاء الله فالك طيب، او ان شاء الله حيصير خير. That's it. بس لا تقول له شو هي اسم الصناعه، ولا في شوبينج، ولا في كاش باك، ولا شيء، لانه للاسف الشديد كثير من الناس بيجي على المحاضره وهو اوريدي سامع ثلاث ارباع المحاضره الضايع، تمام؟ فما تحاول تشتت الناس، حاول شوقهم وجيبهم على اساس انهم يسمعوا، مش على اساس انه هو فاهم وسامع كل شيء، ما راح يفهم، ما راح ينفع، تمام؟ طبعا واحده من المحظورات شباب الموجوده عندنا في البزنس تبعنا، عمرك ما تشرح على الموبايل. طبعا هاي من اكبر المحظورات، ما تشرح على الموبايل، عمرك ما تشرح على الموبايل. ثاني حاجه، البزنس تبعنا شباب ما بينشرح مسلسل مكسيكي ولا مسلسل تركي، لازم ينشرح مره واحده، اوكي، نص ساعه 40 دقيقه ينشرح على قاعده واحده، هاي لازم تصير. رقم ثلاثه، حاول دائما تجنب انك ما تشرح للناس في مكاتبهم، في اماكن عملهم. ليش؟ لانه في مكان شغله هو المسيطر مش انت. رقم اثنين، ممكن يدخل عليه مثلا سكرتيرة، يدخل عليه مديره، يدخل عليه كاستمر، يدخل عليه مش عارف شو، فما راح يكون مركز معاك. انت محتاج الشخص يكون قاعد معاك 30 دقيقة او 50 دقيقة او ساعة تقريبا، مركز معاك، مخ معاك، مش في حاجة ثانية، تمام؟ زائد رقم اثنين، دائما تجنب البيت تبعه، بيوتهم، ما تروح على بيوتهم، لانك لو رحت على بيته وقاعد تشرح له في بيته راح تنزل من مستوى نفسك، هاي رقم واحد. رقم اثنين، راح تحسسه انك انت بياع، انت شو بياع، الناس متعودين على الناس اللي بيجوا على البيوت هذول بياعين، سيلزمن، بده يبيعوا شنطه، بده يبيعوا عطر، بده يبيعوا شغله ويحمل حاله ويروح. شباب احنا الفرق بيننا وبين البياع، البياع باعك المنتج تبعه انتهت علاقته فيك، لكن احنا مجرد ما سجل الشخص معانا بدت علاقتنا فيه. شباب احنا اليوم مش بياعين، خلينا نتكلم بشكل احترافي، انت اليوم مش بياع، انت اليوم بتقدم للناس، انت اليوم رجل اعمال او سيدة اعمال بتشتغل في هذا الموضوع بشكل احترافي، لازم نتعلم اساليب الاحترافية، تمام؟ فراح نتجنب انه نشرح للناس على الهاتف، طبعا ما نشرح الموضوع هذا كمسلسل مكسيكي على 99 الف مرحلة، تمام؟ لازم نشرح مرة واحدة. لازم ما تشرح له في مكتب الخاص فيه هو، ما تشرح له في بيته، او مثلا الشخص هذا متعود يقعد في كوفي معين، هو متعود يقعد في كوفي معين، ما تروح تقعد في الكوفي اللي هو متعود يقعد فيه. ليش؟ لانه هو صاحب القعدة، هو الامر والناهي مش انت. دائما حاول اختار لك مركزية. شو المركزية؟ مكان انت دائما تقعد فيه، دائما انت متواجد فيه، او ممكن تختار انت وياه مكان محايد، كافي شوب عام، في مول، في مكان، بس دائما حاول اختار، دائما حاول اختار اماكن، رجاء دائما حاول اختار اماكن يكون ما فيها مباريات كره قدم، وما يكون فيها شيشه، ويكون فيها الجو الهدوء، تمام؟ ليش؟ لانه انت محتاج الشخص لما يقعد معك يكون مركز معك، مش قاعد يشيش ويتفرج على برشلونه، ويتفرج على ريال مدريد، وبيلعب بلاي ستيشن، وبيتكلم في الموبايل، مو انت تشرح له برزنتيشن، كيف يعني؟ انا مش عارف، تمام؟ المهم طبعا شباب هذه واحده من اهم الاشياء اللي فعلا محتاجين الكل يتعلموها. طيب عاوزين نتكلم الحين، فرضنا الشخص انت عزمته ورتبت معه الابلاين تبعك على اساس انه يحضر، الابلاين تبعك رتبت معه على اساس انه يحضر معك، على اساس يسوي لك برزنتيشن في البدايه للشخص اللي انت عازمه. طبعا شباب احنا في عندنا نوعين من المحاضرات، تمام، او ثلاث انواع من المحاضرات. في عندنا النوع الاول اللي هو انت راح تعزم الابلاين تبعك على اساس يساعدك في البدايه يسوي لك محاضره الشخص اللي انت عازمه، هذا اول نوع. في عندنا النوع الثاني اللي هي المحاضره الجماعيه، اللي هي الببليك برزنتيشن، اللي دائما احنا بنسويها في فنادق معينه، طبعا كلكم عارفينها، دائما نبعث لكم الواتساب وين اماكن طبعا، وبالتواريخ بالاوقات وين موجوده المحاضره في اي فنادق، تمام، اللي هي المحاضره العامه. وفي عندنا رقم ثلاثة، المحاضرة الموجودة على الويبينار، المحاضرة اللي بتكون موجودة على الويبينار
بشكل دائم بشكل يومي. طيب انا اليوم عندي ثلاث اساليب، عندي ثلاث طرق عشان انتشر في البزنس تبعي عالميا. عندي محاضرة 1 تو 1 اللي هي افضل واقوى محاضرة في العالم، اللي انا اعتبرها انه دائما انت اليوم عشان تكون محترف في البزنس تبعنا، اول حاجة لازم you must master your presentation، لازم انت اليوم تقوي المحاضرة تبعتك. كيف حتقويها؟ انا بقول لك كيف. اول حاجة لازم تسويها واكثر مكان راح تتعلم عليه هو انت. كيف انت؟ جيب اليوم كرسي، سكر باب الغرفة على نفسك، اقعد قدام المراية، تمام؟ انت اشرح لنفسك، اشرح مرة، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة. شباب كونوا جديين في هذا الموضوع، انا قاعد اتكلم بصراحة، قاعد اتكلم بجدية. انت اشرح نفسك قدام المراية. اليوم اللي انت تشرح فيه نفسك قدام المراية وانت تقنع نفسك فيه، ما في حد في الدنيا راح يوقفك، لان اليوم فاقد الشيء لا يعطيه. انت اليوم عشان تقعد مع اي شخص، ليش شباب صرف هالكلمة، اعوذ بالله من كلمة، انا الحمد لله في مشواري في هذه الصناعة من يوم ما دخلت لليوم، يعني خلني ما اتكلم اني انا سوبرمان، اوكي، يعني كل 10 اشخاص نشرح لهم على الاقل، على الاقل 8 9 اشخاص بيدخل معانا، والتاسع قاعد او العاشر قاعد بدبر في الفلوس، او التاسع والعاشر بدبر في الفلوس. ليش الناس لما يقعدوا مثلا معاي انا، او مثلا مع مستر خالد، او مع مستر حمدان، او مستر زماني، او مستر ابو جاد، او كل الليدرز الموجودين معانا، او مستر وليد، او مستر احمد، او كل الشباب الموجودين معانا، تمام؟ ليش لما يقعدوا معاهم بيسجلوا، ومع ناس معينين ثانيين ما بيسجلوا؟ عارف الغلط وين؟ الغلط فيك انت، الغلط فيك انت، فاقد الشيء لا يعطيه. انت اليوم عشان توصل لمرحلة الاحترافية لازم تجرب مرة وعشرة ومية وألف، عشان you must master، تكون professional، لازم تطور من مهاراتك، لازم تطور من معلوماتك، لازم تكون طالب مجتهد. كيف طالب مجتهد؟ سامحوني شباب في هالكلمة، الكل فينا ممكن دخلتوا في الجامعات، خلصتوا من الجامعة 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، في ناس درست 8 و9 سنوات اللي بيقدم ماجستير وغيره، تمام؟ طيب شباب، انت اليوم عشان تاخذ الشهادة هاي قعدت مشوار عمرك في التعليم تقريبا 18 سنة ما بين ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة الى اخره، عشان في النهاية تروح تقدم على وظيفة معينة وتعطيك راتب معين 25 في الشهر منتهي. كنا عارفين انه 25 في الشهر كل الناس الحمد لله ربي كما خلقتني ما عندوش ولا درهم. طيب انا اليوم عشان فعلا ادخل في بزنس وهذا البزنس يغير حياتي ويسوي لي كل الارقام اللي انا حاطه في بالي، كل الاحلام اللي انا عاوز اوصل لها، هذا الشيء ما بيستاهل منك. انا ما بقول لك قضي 18 سنه من عمرك، نو. انا اللي قاعد اقول لك اياه انه انت محتاج انك تكون فعلا انسان هنجري، تكون جعان انك تتعلم. كيف تتعلم؟ تتعلم تسمع من الناس، تبحث عن طريق الانترنت، تراجع الموقع اللي عندك، اوكي، تسمع المحاضره مره واثنين وثلاثه واربعه. للاسف الشديد شباب لما نقول للناس خذ هاي لينك، هاي لينك التدريب اسمعوا، ما في حد بيسمع المحاضرات، ما في حد بيسمع التدريبات. ليش؟ لانه هو مسكين مفكر نفسه انه هو ابو العريف، تمام؟ شباب مع احترام الشديد لكل اللي موجودين معانا اليوم واللي قاعدين يسمعونا، اوكي، خبرتك، شهاداتك، الأشياء الحلوة والعظيمة والرائعة اللي سويتها في حياتك على عيني وراسي، وأنا أحترمها وأقدرها، بس اليوم عشان تنجح في البزنس تبعنا أول وأهم نظرية لازم تسويها empty your cup. شو empty your cup؟ أفرغ الكأس تبعك. ليش أفرغ الكأس تبعك شباب؟ اليوم لما تيجي تقعد مع واحد عنده خبرة في مجال معين، دائما حاول تكون humble، كون متواضع، اترك نظرية الغرور، والله أنا مدير فلاني، أنا عندي الشهادة الفلانية، أنا عندي دكتوراه فلانية. لو سمحتم الشعارات هاي الجميلة الرائعة فكونا منها، احنا اليوم قاعدين شغالين في بزنس، تمام؟ هذه الأشياء الجميلة ممكن راح تفيدك في حياتك على عيني وراسي بتفيدك، لكن في البزنس تبعنا ما راح تفيدك. ممكن تفيدك ككريديبيليتي، أنه أنا الدكتور الفلاني عجبني الموضوع هذا ودخلت فيه لأنه لقيت فيه مستقبل، لقيت فيه فايدة إلي ولأولادي، أوكي فاين. لكن كل بزنس في الدنيا أو كل مشروع في الدنيا فيه له أساسيات عشان نتعلمها. واحدة
من أساليب التعليم الصحيحة أنه أنت اليوم تكون إنسان قابل للتعلم، تكون أصلاً عاوز تتعلم، لكن تيجي تدخل معاي وأنت أوردي فل كب مش عاوز تتعلم، حقعد معاك يوم وشهر وسنة وسنتين وعشرة وأنت ما سويت ولا حاجة، وبعدين شو تقول لي؟ تقول لي والله هذا البزنس ما مشى معاي. طب مين السبب؟ أنت السبب، لأنك في البداية رافض أنك تتعلم. شباب العلم نور، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اطلب العلم ولو في الصين. احنا ما بقول لك روح على الصين، بس احنا بنقول لك اليوم عشان تتعلم بطريقه صحيحه لازم تمشي على سيستم، لازم تمشي على نظام. الانسان المنظم هو انسان ناجح. ليش؟ لانه بريح نفسه وبريح الناس اللي حواليه. لكن الانسان العشوائي للاسف مبهدل نفسه ومبهدل الناس اللي حواليه وما عنده اي نتائج، ودائما يتذمر ودائما يشتكي ودائما مش عاجبه شيء. تمام؟ طيب، فاحنا اول حاجه عاوزين نتعلمها انه لازم نتعلم فن الانصات. شو هو فن الانصات؟ الله سبحانه وتعالى شباب حكيم، وواحده من اروع النعم اللي اعطانا اياها انه اعطانا اذنين ولسان واحد. شو الحكمه؟ انك تسمع اكثر ما تتكلم. لكن للاسف الشديد الاغلب بياخذ طرف الكلام خلاص، هو ابو العرفه بيعرف كل شيء. شباب دائما اسمع، يعني اليوم حتى في اسلوب الحوار في اسلوب النقاش دائما مع الناس اسمع للحلقة الأخيرة، اسمع الفكرة، اسمع مضمون الكلام اللي عاوز يقوله الشخص اللي قدامك، استوعب شو المسج، شو الرسالة اللي عاوز يقولها عشان تعرف ترد عليه. ما تقاطع، ما تهاجم، احنا متجيين اليوم نضارب حد أو نتقاتل مع حد، جينا اليوم عشان نكون في عنا بزنس مشترك مع جميع الناس اللي بيحبونا والناس اللي بنحبهم ونشتغل كأيد واحدة. طيب الحين شباب في عنا يوم المحاضرة. أنت اليوم فرضاً حنتكلم على أول نقطة اللي هي راح تعزم الأبلاين تبعك أو راح تكلم الأبلاين تبعك على أساس يساعدك في شرح محاضرة للشخص اللي أنت عازمه. واحدة شباب من الشغلات اللي جداً 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 مهمة اللي هي امدح معرفك بالشكل اللائق وبين مكانته الاجتماعية المهمة. ليش؟ يعني على سبيل المثال ما بقول لك انه الابلاين تبعك او الكوتش تبعك او الشخص اللي بيشتغل معاك هو حاجه واو خارقه، انا ما بقول لك انه حاجه خارقه، بس دائما الناس دائما، خلينا نكمل الكلام بعدين راح ارجع اعلق عليه. كلما تحدثت عن انجازات ونجاحات قائدك لضيوفك بشكل اوفر واحسستهم باهميه انجازاته كلما انصتوا اليه بشكل افضل، مما يؤدي إلى وصول الفكرة إليهم بالشكل الصحيح. إن الناس في طبعهم يحبون الإنصات إلى الأشخاص الناجحين، فاحرص على أن تظهر قائدك بتلك الهيئة حتى تحصل على النتائج المرجوة. طيب الحين هتيجي يوم المحاضرة، أجي صاحبك قعد، تمام؟ أنت الحين المفروض تبدأ تعرف لصاحبك، تعرفه على مين؟ على الأبلاين تبعك، فلان الفلاني يعرفك، هذا مثلاً الكوتش تبعنا، الأبلاين تبعنا، مستر فلان الفلاني، تمام؟ ما شاء الله عنده خبرة في هذا المجال حلقة سنة، عنده نجاحات 1 2 3 4، إنسان ما شاء الله عليه متعاون معانا وقاعد يعلمنا ويدربنا في البزنس اللي أنا قلت لك عليه. That's it. بس. تمام؟ مش عاوزين نقول قصة المتنبي يعني، مش عاوزين نقول أشعار يعني. That's it. شكل بسيط. على أساس أنه الإنسان يعرف مين هو الشخص اللي قاعد معاه. تمام؟ مين هو الشخص اللي قاعد معاه. لكن للأسف الشديد اللي بلاحظه كثير من الشباب بيجي بيقعد مثلا السلام عليكم وعليكم السلام، والله فلان محمد خالد سعيد مش عارف شو. شباب ما بينفع الأسلوب، لازم نرتقي في هذا الموضوع. يعني تخيل اليوم أنت اليوم في شغلك، تمام؟ أنت فرضا شغال في بنك، تمام؟ وعندكم السي اي او، تمام؟ وقدامك مثلا كان عندك ميتنج وأجى مثلا صاحبك بالصدفة تلاقيت معاه مثلا في كوفي شوب، حتقول لصاحبك والله هذا فلان السي اي او تبع البنك الفلاني. شفت الطريقة هاي كيف أنت تكلمت فيها؟ فبشكل عكسي صاحبك راح يحترم مكانة الاجتماعية تبع هذا الشخص. أنا مش عاوزين أنه نكبر الموضوع، بس الموضوع شباب له أبعاد كثيرة، لأنه كثير من الناس للأسف الشديد لما تقول له مثلا فلان فلان ما بيعطي الشخص أهمية، وفي البداية بيكون مش هالإنسان الانترستد أنه يسمع، يقول لك يا عمي أنا مش فاضي، خلينا نروح شوف لي محاضرة برشلونة ولا ريال مدريد أحسن لي من هالكلام هذا، ومين هو هذا أصلا أنا جاي أقعد معاه. فعشان الشخص يعرف او يتهيأ نفسيا انه قاعد اليوم مع شخص فعلا ناجح، شخص فعلا حيساعده، عشان يكون مهتم انه يسمع
أن يكون open minded ويسمع، مش يكون من البداية أنه مسكر. فمن المهم والضروري جدا أنك أنت اليوم تعرف الأبلاين تبعك أو تزكيه بطريقة لبقة. أوكي، هذه واحدة من أهم الشغلات اللي بسموها الإديفيكيشن، اللي هو أنك تعطي الأبلاين تبعك شوية من الجدية والاهتمام. رقم 5 شباب اللي هنتكلم عنها اليوم، احرص على أن تقدم ضيوفك بالشكل الملائم. أوكي، مش هادي ولا هذا فلان صاحبي، تمام شباب، خلينا نرتقي في الأسلوب، خلينا نتعامل مع البزنس تبعنا صح أنه فاميلي بزنس وفريندلي بزنس، بس خلينا نتعامل معاه كبروفيشنال بزنس، خلينا نكون محترفين، خلينا نكون محترفين. طيب، كلما أعطيت معلومات أوفر عن ضيوفك لقائدك أو للمحاضر، كلما ازداد فعالية أداء المحاضر، وذلك لأنك ستساعده على أن يركز على نقاط اهتمامهم بشكل أفضل. كن إيجابيا وامدح ضيوفك بالشكل الملائم. طيب، شو راح يصير شباب اليوم لما أنت تيجي تعرف الأبلاين تبعك أو الشخص اللي جاي يشرح معاك، تمام، أو الشخص اللي حيساعدك في المحاضرة، لما تيجي تعرفه على أصدقائك، أوكي، قول له مثلا فلان الفلاني ما شاء الله شغال في المكان الفلاني، فلان من أكثر الناس اللي مثلا، ركزوا معي شباب، فلان مثلا من أكثر الناس اللي بيحبوا السفر، هذا فلان من أكثر الناس اللي بيحبوا مثلا الساعات، هذا فلان مثلا من أكثر الناس اللي بيحبوا مثلا العطور، هذا فلان من أكثر الناس اللي بيحب مثلا يتعلم، هذا فلان من أكثر الناس اللي بيحب البزنس، هذا مثلا فلان ما شاء الله عليه طموح، هذا فلان ما شاء الله عليه يعني كان عنده تجارب مثلا ممتازة، كان عنده تجارب كذا. تقول له الأبلاين تبعك نقاط معينة صاحبك بيحبها. ليش؟ لأنه في المحاضرة اللي عندنا أنت في عندك كل شيء الناس بتحبه، كل شيء الناس بتحبه. فاليوم أنت لما تعطي للأبلاين تبعك بعض النقاط اللي صاحبك بيحبها، فالأبلاين تبعك بشكل عكسي راح يفهم أنه أنا اليوم كأبلاين لازم أركز على النقطة رقم 1، 2، 3، 4، 5، الأشياء اللي أركز عليها في المحاضرة. ليش؟ لأنه هذا الشخص اهتماماته الأشياء اللي بيحبها هذه الأشياء، لأنه هو صاحبك، فأنت بتعرفه أكثر مني، أنا ما بعرفه. فالشباب، هاي برضو من أهم الأشياء اللي أنت لازم توضحها للأبلاين تبعك، فلان فلان شغال هنا، سوى كذا، عنده نجاحات كذا، بيحب كذا، يعني اعطينا معلومات بسيطة عن صاحبك، عرف صاحبك بشكل لبق، تمام، على أساس أن نعرف إحنا من وين نكلم صاحبك، تمام؟ طيب، هذه برضو من الشغلات المهمة جدا. الحين شباب تكلمنا تقريبا، يعني تقريبا غطينا بعض النقاط جدا المهمة. في آخر نقطة عاوز أتكلم عنها، اللي هي احرص على عدم مقاطعة المحاضر أو ترك ضيفك لحاله أو بمفرده. مقاطعة المحاضر أثناء عرضه لمشروع العمل يعتبر بمثابة إنقاص لأهمية حديثه، وهذا ما لا تود أن يشعر به ضيوفك، لأنهم قد لا يأخذوا الموضوع على النحو المطلوب من الجدية. لذا لا تقاطع قائدك إلا إذا طلب منك، كما أنه لا يتوجب عليك ترك ضيفك بمفرده أثناء العرض، مما قد يشتته ويفقده تركيزه. طيب شباب، كثير من الشباب للأسف الشديد، أوكي، عندهم هذه الصفة، أنه بيجيب الشخص، أوكي، كل ما الأبلاين يتكلم يقاطعه مرة، 2، 3، 4، 5. طب سوري في الكلمة الشباب، لو أنت ما شاء الله عليك أبو العريف وعارف كل شيء، ما له داعي تجيب أبلاين عندك معاك أنه يشرح لك أو يساعدك. You can do it. لو أنت ما شاء الله عليك عارف كل حاجة، تفضل اشرح أنت، يعني ما في مشكلة. فشباب دائما لازم يكون في عنا ارتقاء في أسلوب الحوار، لازم يكون في عنا هذا الأسلوب من الرقي في التعامل، تمام؟ طيب، هذه واحدة من الشغلات، أو غطينا تقريبا أغلب الشغلات اللي محتاجينها في المحاضرة الوان تو وان. زائد شباب، في واحدة من أهم الأشياء، من أهم الأشياء اليوم، خليك رادار، خليك ذكي. كيف تكون ذكي؟ كون ذكي في اختيار المكان اللي يقعد فيه الأبلاين تبعك عشان يشرح للناس اللي عندك. هذه مهمتك أنت، مش مهمة الأبلاين تبعك، تمام؟ يعني سبحان الله، هذه شغلة سيكولوجية، نفسية، فيزيائية، كيميائية، اللي بدكم إياه أنتم ممكن تحللوه. شباب دائما حاول
انه الشخص اللي عاوز يسمع المحاضره يكون على يمين المحاضر. الشخص اللي عاوز يسمع المحاضره دائما يكون على يمين المحاضر. تمام شباب، راح اعيدها مره ثانيه. حاول دائما الشخص اللي عاوز يسمع محاضره يكون على يمين المحاضر. ليش؟ في شغلات كثيره بعدين لما اشوفكم ان شاء الله راح اشرح لكم اياها، بس طبعا هاي نقاشها طويل، بس بقول لكم اياها بشكل سريع لانها مؤدي نتائج طبعا ايجابيه كثيره. فالشباب اللي حقول لكم اياه الحين، المحاضر قبل ما يبدا، بعد ما تعرف المحاضر على صاحبك وصاحبك يتعرف على المحاضر، هذا بسموه كسر الحاجز الجليدي. كسر الحاجز الجليدي بين الداونلاين والأبلاين زائد الشخص المرشح الجديد، هذا بسموه كسر الحاجز الجليدي، على اساس انه تخلق نوع من الود في الحوار قبل ما يبدا في المحاضره. لانه شخص صاحبك ما بيعرف مين هو هذا الشخص اللي جاي انت ومقعده معاه، تمام؟ فلازم تخلق نوع من الود بينك وبين الشخص اللي انت عازمه. طيب هذه شغله جدا مهمه. تعالوا شباب نتكلم على يوم المحاضره الجماعيه الببليك، تمام، اللي بيكون دائما في فنادق. تمام شباب، انت اليوم عازم ناس عشان تحضر محاضره ببليك، نفس الكلام لازم يكون شكلك سمارت، يكون شكلك لبق، تمام، تكون قبل الناس. زائد نفس الكلام اول ما يوصلوا الناس ترحب فيهم، تستقبلهم، تقعدهم على الكراسي، تمام. زائد اول ما يجي صاحبك تقول له اليوم انت على فكره محظوظ، اوكي، في عندنا واحد من اقوى الناس من انجح الناس في هذه الصناعه راح يشرح لنا موضوع انا وياك اليوم راح ان شاء الله نستفيد منه. شو هذا الموضوع؟ اعطيني فكره، اعطيني نبذه، اعطيني كذا، خلينا نقعد مع بعض، والحين في نص ساعه هاي راح تفهم كل شيء. وحاول دائما في المحاضره الببليك تكون قاعد جنب المرشحين تبعينك، تكون قاعد جنبهم. ليش؟ عشان لو كان مشغول في الموبايل، كان كذا، قول فلان ركز، تمام، تكون دائما معاه. ليش؟ لمصلحته هو. طيب هذه شغله. لو فرضنا القاعة كانت مليانة، القاعة كانت فل، وإن شاء الله دائما تكون فل، تمام؟ القاعة كانت مليانة وأنت إنسان مسجل، دائما بتعطي الأولوية، دائما تعطي الأولوية للناس الجدد. بتقوم على الكرسي بتقعد الناس الجدد، هاي شغلة ذوقيا، تمام؟ بتقوم على الكرسي بتقعد الناس الجدد، وأنت ممكن توقف وراء المحاضرة، يعني في آخر المحاضرة ممكن توقف لنهاية المحاضرة، وبعد ما تخلص المحاضرة تروح تكلم الناس اللي عندك وتتابع معاهم. فهذه يسموها أخلاقيات المحاضرة، كيف اليوم نتعامل مع الناس معانا في محاضرة الون تو ون زائد في المحاضرة الجماعية. طيب احنا في عنا وسيلة ثالثة شباب اللي هي الويبنار. طبعا الويبنار شباب يعني أعطيكم مثال، احنا أول ما بدينا في البزنس هذا طبعا قعدنا تقريبا 7 شهور ما طلعنا من الإمارات، 7 شهور ما طلعنا من الإمارات، والحمد لله في ال7 شهور كان في عندنا تيم في اكثر من 26 دوله، واحنا ما طلعنا من الامارات. كنا معتمدين على شو؟ معتمدين فقط على الون تو ون برزنتيشن، المحاضرات العاديه والببليك، زائد الويبنار. الويبنار جمع العالم كله في مكان واحد، وهذا من اهم واقوى الوسائل اللي فعلا نشرت البزنس تبعنا بشكل كبير جدا. طيب انت اليوم شباب عشان تعزم واحد على الويبنار، مش تقول له والله فلان تعال في محاضره الساعة 10 بتوقيت دبي، في واحد حيسويها خش اسمعها وإن شاء الله تستفيد منها. نو شباب، ما بينفع بالأسلوب هذا. لازم تبيع، لازم تسوق للشيء اللي الشخص راح يسمعه. فلان اسمع، اليوم في محاضرة الساعة 10 في موضوع جدا 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 رائع. اليوم أنت لو سمعت هذا الموضوع وركزت فيه وكنت معاه 100% راح تلاقي الشغلة اللي زمان وطول عمرك تدور عليها. شو فيه؟ شو صار؟ شو يعني؟ حاول دائما تخلق الفضول في هذا الشخص، حتى لو كان عنده 99,000 شغلة، لو كان عنده 99,000 شغلة أوكي ومشغول، أن تخليه فعلا يسمع الموضوع بتركيز، وهذا اللي أنت محتاجه. لو أنت كنت قاعد في مكان معين، يعني مثلا في عندنا بعض الخوات اللي فعلا أنا جدا سعيد في الموضوع اللي هم قاعدين يسووه. شو قاعد يسوون خواتنا البنات؟ شو قاعد يسوون؟ مثلا عند صاحبات صديقاتها مثلا في الحاره في الحي او في اماكن معينه، اوكي، تعزم صاحباتها مثلا، شو تسوي؟ تعزمهم على البيت، عندها شاشه التلفزيون اللي هي ال سي دي، الشاشه الكبيره هاي، تمام، بتوصل الاتش دي ام اي في اللابتوب، ووقت المحاضره يلا يا بنات كلكم حطوا تليفوناتكم على السايلنت
تمام، وهي ورقه وقلم، سجلي ملاحظاتك اي حاجه عندك، تبدا المحاضره تسوي بلاي يسمع المحاضره، بعد ما يخلصوا عندكم اسئله استفسارات جاوبوهم على اسئلتهم وعلى استفساراتهم. فاللي ممكن نسويه شباب نفس الطريقه، لو الناس عندك برا في اماكن بعيده اوكي ممكن ندخلهم على المحاضره، بس قبل ما ندخلهم على المحاضره لازم تحسسهم وتفهمهم شو اهميه هاي المحاضره لهم، مش فقط والله تعال خذ هاي مسج هاي في محاضره على dublikink.com خش الساعه 10 في الليل وفي واحد حيعطيك محاضره تسمعها وان شاء الله تستفيد، ما حينفع الكلام، لانه حتى لو حضرها حيحضر اول خمس دقائق 10 دقائق يقول قاعد مين هذا اللي قاعد لك 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 مش فاضلكم صراحه انا، تمام؟ فما راح يكون الموضوع من اهمياته او من الشغلات الاولويات في حياته، فعشان انت تطلع في الاولويات اللي موجوده عنده في يومه لازم توصل المسج بطريقه صحيحه، لازم تشوقه صح، فلان في محاضره مدتها 40 دقيقه اليوم لو سمعتها بتركيز هذا الشيء ممكن يغير حياتك، يا عمي شو هالشغله شو هذا الموضوع، يا عمي اسمع بركز، ورجاء فكره من الكوره فكره من اي حاجه شغلات اقعد في جو هادي لانه فعلا الموضوع يستاهل. طيب فرضا المحاضره 1 تو 1 تكلمنا عنها، محاضره البابليك برزنتيشن تكلمنا عنها، زائد الويبنار تكلمنا عنه، شباب في أسوأ الاحتمالات هذا الموضوع كله ما مش الحال برضو نفس الكلام، سوق لنفس الموضوع نفس الفكره، شوق الانسان، زائد ممكن تبعت له لينك المحاضره، ابعت لينك المحاضره موجود على اليوتيوب ما شاء الله، في عندك عندكم محاضرين كثير ما شاء الله، اوكي عندكم مستر خالد، عندكم مستر ابو جاد، عندكم مستر حمدان، عندكم مستر محمد عيد الفقير الغلبان، تمام، عندكم استاذ وليد شحاته، عندكم كثير شباب مسوين محاضرات على اليوتيوب، تمام، اسمع المحاضره اللي بتعجبك تمام واعتمدها، ما عندك اي مشكله، كل الشباب بتقول نفس الفكره نفس الكلام، بس طبعا كل واحد باسلوبه، فممكن تبعث له لينك المحاضره، الشخص بعد ما يسمع المحاضره نفس الكلام يقول ركز فيها، ابعد عن اي حاجه تشتتك تشتت انتباهك، اسمع المحاضره، بعد ما يخلص المحاضره راح تبدا تجاوب على اسئلته واستفساراته، تمام. طيب الحين شباب طبعا اول حاجه اللي احنا تكلمنا عنها رحله الطيران اللي خاصه في المحاضره اللي هي ثلاث مراحل اللي هي عندنا اقلاع ورحله وهبوط، تمام، شو الاقلاع؟ الاقلاع اللي هو كل شيء التجهيز النفسي والعقلي زائد الاشياء الاساسيه اللي لازم نتبعها في يوم المحاضره، لغايه الحين انا تقريبا غطيتها بشكل كامل. الحين راح نتكلم شباب كيف الشخص راح يتعلم يسوي محاضره، كثير منكم للاسف الشديد الحين ما بيعرف كيف يسوي محاضره، فالحين محاضره بشكل عادي شباب كيف تسويها؟ ممكن تستخدم ايباد، ممكن تستخدم لابتوب، ممكن تطبعها على ورق، تمام، A4 تطبعها وتحطها في فايل تشرح للشخص، انت حر، هذا البزنس تبعك وانت ممكن تشتغل فيه بالطريقه اللي تناسبك، ما عندك اي مشكله، تمام. فشباب شو اليوم بتحب تسوي؟ سوي، ما عندك اي مشكله، بس المهم انه الشخص يوصله الموضوع او توصل الفكره بشكل كامل، تمام شباب. طيب الحين كيف حنسوي محاضره؟ اللي حنسوي محاضره، حسوي لكم محاضره الحين كيف حنسوي المحاضرة، خلينا نبدأ مع بعض كيفية إلقاء محاضرة صحيحة. طيب أوكي هذه المحاضرة أوكي. فوق 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 اوكي شباب كيف حنسوي اليوم محاضره، كيف حنسوي اليوم محاضره، هاي طبعا محاضره اوكي، كيف حنسوي المحاضره بشكل بسيط اليوم، هذه المحاضره طبعا هاي مثلا محاضرتي انا، مش لازم تمشوا عليها، ممكن تمشي على المحاضره اللي انت تناسبك، بس طبعا في نفس تسلسل الافكار اوكي. كيف حنبدا نسوي محاضره؟ مثل ما قلنا انه خلاص الشخص الحين صار جاهز كذا، طبعا واحده من الشغلات الجدا مهمه شباب لازم برضو تركزوا عليها، انه الشخص او المحاضره او انت ممكن مثلا تقول للشخص لو سمحت حط تليفونك على الصامت على السايلنت، زائد لو في عندك اي سؤال اي استفسار حابب تساله يا ريت تسجله وتخليه نجاوب عليه في نهايه المحاضره، ليش؟ عشان ما نقطع تسلسل الافكار للمحاضر،
عشان ما نشتت تركيزه، تمام؟ لأن المحاضرة محتاجة تركيز لمدة 25 دقيقة، فخلينا نركز فيها مع بعض. كيف نسوي محاضرة؟ حنيجي بشكل بسيط عادي، المحاضرة العادية اللي حنسويها، شو هي دوبلي؟ بس طبعا شباب، اسلوب الإلقاء اللي راح تلقي فيه المحاضرة مش كأنك قاعد تقرأ جريدة أو قاعد تسمع أخبار، بطريقة إلقاء، خليك ملقي، تمام؟ مش تعال بس تكلم وخلاص، خليك ملقي. شو هي دوبلي؟ دوبلي هي أكبر بوابة تسوق إلكترونية بالعالم. عادي نفس الكلام المكتوب عندك، اللهم بس راح تقوله. طيب، في عندنا شباب شغلة من الأهم الشغلات اللي موجودة، غير اللي ذكرناها إنه الشخص يكون قاعد على إيدك اليمين، في شغلة شباب من أهم الأشياء اللي لازم تركزوا عليها، نبرة صوتك. كيف نبرة صوتك؟ يعني وأنت قاعد تسوي محاضرة ما تكون قاعد توشوش نفسك، تمام؟ خليك تتكلم بطريقة جهورية. أنا ما شاء الله عندي صوت جهوري، أتمنى الكل يكون عنده صوت جهوري، تمام؟ يعني ليش يكون عنده صوت جهوري؟ لأنه الإنسان، كثير من الناس نقعد معاهم يقول لك مثلا والله يا أخي قعدت مع فلان اقتنعت، قعدت مع فلان نعسني، جاب لي النوم. طيب هذا يعتمد على شو؟ على أسلوبك أنت. أنت اليوم عشان ما تنيم الناس لازم تطور من الأشياء اللي ضعيف أنت فيها. كيف تطورها؟ فرضا صوتك ضعيف، حاول قوي نبرة صوتك. يعني لما تتكلم تكلم من الحنجرة، تمام؟ تكلم بشكل جهوري. ليش؟ على أساس أنه تكون واثق من الكلام اللي تقوله. زائد شباب، يا ريت الله سبحانه وتعالى خلق لنا ايدين حلوين جميلين، تمام؟ يا ريت شباب تستخدم ايديك في الشرح. في شغله واهم من اهم الشغلات في اسلوب الالقاء اللي هو البادي لانجويج. شو البادي لانجويج؟ انه تكون تحرك ايديك، اوكي، تحرك عيونك، تبتسم، اوكي، مثلا تسوي اسلوب من الحوار بينك وبين الناس. شباب لازم تكون متفاعل، مش تكون قاعد صنم روبوت ابو الهول قاعد يعطي برزنتيشن، ما بينفع. لازم تكون متفاعل مع الناس، ايديك قاعده تتحرك، اسلوبك قاعد مثلا نبره صوتك تطلع وتنزل، ما تكون على تون واحده عشان الشخص اللي قدامك ما يمل. طيب في عندنا واحده كمان من اهم الاشياء اللي راح، شباب ركزوا معاي لانه راح اقول لكم اياها الحين، من اهم الاشياء لنجاح المحاضره. شو هي هذه الشغله؟ الحين فرضا الشخص اللي انت عازمه او انت حاب تسوي محاضره لشخص، والشخص اللي انت جاي تسوي له محاضره، دائما ركزوا معي، دائما تجنب انك الشخص تكون قاعد معاه فيس تو فيس. احنا شباب مش قاعدين في برنامج الاتجاه المعاكس، تمام؟ مش جايين نتخانق مع اي بني ادم. انت قاعد فيس تو فيس، يعني مقابل الشخص هذا، معناتها اني انا قاعد بتحداك، يلا وريني عضلاتك، وريني شو اللي عندك. شباب احنا مش جايين نتقاتل ولا جايين نتخانق ونعيدها ونكررها مره ثانيه. تجنب انك تقعد مع الشخص فيس تو فيس، انك يعني بتواجهه، انك انت قاعد تتحداه. احنا مش جايين نتحدى حد، احنا جايين على اساس نعطي للناس فكره بزنس والكل يستفيد منها. طيب رقم 2، واحده من الشغلات، لو افترضنا انه الشخص هذا كان عنده خبره سابقه في شركات معينه، رجاء 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 لا تذم اي شركه ولا تتكلم بأي شيء سلبي قدام الشخص هذا، تمام؟ أنه شركتك على عيني وراسي، المجال اللي كنت تشتغل فيه على عيني وراسي جميل وممتاز ورائع، بس أنا اليوم عندي حاجة توتالي مختلفة. عمرك ما تهاجم أي بني آدم، خليك همبل، خليك متواضع، اتكلم بشكل جميل. أنا اليوم كنت في مجال معين، في شركة معينة جميلة ممتازة رائعة، سويت فيها إنكم معين، ما سويت فيها، هذه خبرتك الشخصية. اليوم أنا عندي حاجة مختلفة، لو سمحت تيجي تسمعها، تمام؟ هذه برضو من الشغلات المهمة. شغلة ثانية شباب، مثلا مرات تيجي تقابل ناس، شو بيصير معك؟ هذا الشخص بيكون مكتف ايديه. شو بيكون مكتف ايديه؟ معنات انه مكتف ايديه شباب، انه هذا الشخص في ديفنس مود، انه هو اليوم مسكر راسه مش عاوز يسمع اصلا، مسكر راسه مش عاوز يسمع اصلا. طيب انت اليوم عشان تكون محاضر محترف، عشان تكون محاضر محترف، شو حتسوي؟ كيف بطريقة لبقة، بطريقة ذكية، تمام؟ تخلي الشخص هذا بدامه هو مسكر ايديه تخليه يفتح ايديه. شو حتسوي؟ في عندكم اكثر من طريقة. اول طريقة، ما شاء الله فلان بردان حاسك، شو رايك نغير المكان؟ اوكي، حيقول لك لا 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 عادي مش بردان، اوكي الجو جميل ومش عارف شو. حتلاقيه شعوريا فتح ايده، تمام؟ لو فرضا ما فتح ايده اول مرة، لسه مسكر راسه، تمام؟ بشكل جميل شو ممكن تقول له؟
فلان بس لو سمحت ممكن تقرب علي شوي عشان بس مثلا الايباد صغير مثلا تشوف المعلومات بشكل اوضح، يلا تقرب علي شوي لو سمحت. تمام، مجرد ما تحرك من الوضعيه اللي هو فيها هو خلاص فتح. تمام، هاي الشغلات شغلات شباب اللي قاعد اكلمكم فيها شغلات سيكولوجيه جدا مهمه. تمام، زائد لو كان قاعد مثلا وحاط رجل فوق رجل، شباب لو كان قاعد قدامك وحاط رجل فوق رجل، سوري في هالكلمه، يعني انت كلك على بعضك هو مش شايفك، كلك على بعضك هو مش شايفك. فانت اليوم عشان برضو السلسله تبعتك تمشي بشكل مستمر، وعشان الشخص انت جايبه او صاحبك جايبه او واحد من الدوله اللي عندك جايبه عشان يسمع للمحاضره تبعتك، لازم السلسله هاي تمشي بشكل صح. هي عباره عن هرموني، عشان تكمل لازم تكمل الحلقه الاخيره كله صح. لازم تكون رادار، قلت لكم الاول لازم تكون رادار، لازم تكون عندك قوه ملاحظه على كل شيء بيكون حواليك. ليش؟ لانه هذه عباره عن عمليه جراحيه. هذه العمليه الجراحيه اي غلط فيها ممكن للاسف لا سمح الله تؤدي الى فشل العمليه. احنا مش عاوزين نسوي اي عمليه ونفشل فيها، عاوزين العمليه اللي نسويها نسويها بطريقه احترافيه ونسويها بطريقه صحيحه. هذه من اهم الشغلات. لو الشخص برضو نفس الكلام كان حاط رجل فوق رجل، فلان شو رايك تقرب علي شوي، خذها بنكته، خذها بدعابه، خذها بشكل ايجابي بشكل بسيط. تمام، على اساس هو لا شعوريا اول ما يجي يقرب عليك راح ينزل ايده، راح ينزل رجله. تمام، فشباب في عندك اكثر من طريقه، ممكن تقول مثلا جو برد، شو رايك تقرب علي، شو رايك فلان نغير مكان القعده، حاول يعني قول اي حاجه على اساس تخلي يغير من الوضعيه اللي هو قاعد فيها. مجرد ما غير الوضعيه خلاص فهو صار جاهز وممكن تبدا في القاء المحاضره. طيب حنبدا في القاء المحاضره. شو هي القاء المحاضره بشكل بسيط؟ طبعا دوبل هي اكبر بوابه تسوق الكترونيه في العالم. طبعا شباب هذه احصائيات عالميه ممكن تشوفها في جوجل، في كل وسائل التواصل الاجتماعي موجوده، ممكن برضو تشوفها تدور عليها. كم معدل صرف الناس اونلاين في العالم؟ الناس في العالم كم قاعده بتدفع اونلاين شوبينج مشتريات؟ اوكي، وتقول له الاحصائيات هاي. على سبيل المثال في سنه 2015 معدل الصرف اونلاين كان تريليون و700 مليار دولار. السؤال شباب، مين فيكم بحب ياخذ نسبه من هذه المبالغ؟ الكل حيقول لك يس انا والله بحب اخذ نسبه من هذه المبالغ. ممتاز، عشان تاخذ نسبه من هذه المبالغ